سامي المجاري كاتب كلمات مغربي، بديت الكتابة تقريبا وانا عندي 16 عام 17 عام، ما داك الشيء ما كانوش كيعرفوا حتى واحد، كنت كنعرفو غير انا والناس اللي قراب ليا، حتى تلاقيت المهم اول ملحن اللي بديت كنتعامل معاه هو رضوان الديري، اللي كان نقول ليه شكرا حتى هو اللي كان سبب، حتى كان الكلام ديالي كيكون مكتوب غير على ورق، فحتى بديت كنسمع الالحان وكنسمع اغاني مغنيه، كانت اول اغنيه في 2010 مع محمد الامين وكان سميتها كيفاش، ومن ثم بدات المغامره. تعاملت مع احمد شوقي، مع اسماء المنور، اسماء المنور غادي ينزل التعامل ديالي معها قريب بزاف، تعاملت مع سعد المجرد، تعاملت مع لمياء الزيدي، تعاملت مع بزاف، المهم اغلبيه الفنانين المغاربه تعاملت معهم. لا انا شخص اللي كيحترم الاختصاص، انا بديت كاتب كلمات وباغي نكمل كاتب كلمات، وعندي اهداف نوصل لهم وانا كاتب كلمات، ما بغيتش ندخل شي حاجه اخرى اللي ما تخلينيش نوصل للحلم ديالي اللي هو انا بغيت نكون من احسن كتاب كلمات اللي كاينين في العالم العربي. وهذا ميساج لكاع الناس اللي كيحاولوا يديروا بزاف الحوايج في نفس الوقت، فمستحيل تنجح وانت كدير بزاف الحوايج، خاصك تركز في حاجه واحده باش توصل لابعد حدود فيها. الحاجه اللي كتبان لي انا اللي مخليه ماشي غير انا اللي مخليه الموجه المغربيه كامله دابا كاين نجاح في الاغاني المغربيه، هو ان كاينين طاقات شابه كيخدموا في الكوليس وباغيين يوصلوا لواحد الهدف، هذا هو سبب النجاح، ان كاين واحد الاصرار وكاين واحد الاراده عند هاد الشباب كاملين، ماشي غير انا، عندهم كاملين، هو اللي مخلي الاغنيه المغربيه تنجح وتنتشر. وكاين واحد العامل مهم هو ان الدراري سورتو الكتاب ما بقوش كيشوفوا الشارع المغربي شنو بغا وكيعطيوه داكشي اللي بغا، العكس اللي ما كانش قبل، كانت اغنيتنا ما كتعبرش علينا، دابا كنظن ان الاغنيه المغربيه كتعبر علينا حنا كمغاربه. هو صحيح هاد القضيه فهمتي، ولكن كيبان لي 1500 درهم بديه زوينه، ماشي بحال كاين دابا اللي وحدين ومعروفين وواقيلا كيخدموا هاد الاثمنه. بالنسبه ليا بديه كانت زوينه، ما انا واخا هكاك بديت وكتبت بزاف الاغاني اللي ما كنتش بدون مقابل في البدايه، بغيت زعما نبان وكنقول للناس فوالا شوفوا شنو درت، مي كنحمد الله ونشكره ان كانت الاغنيه الناجحه في حياتي ما تعطلتش بزاف، يعني مثلا الاغنيه رقم 4 ولا 5 هي كانت انجي وهي كانت ناجحه. الاغاني اللي خديت فيهم الثمن اللي قلت 20000 درهم، وكاين اغاني اللي خديت فيهم اكثر، وكاين اغاني اللي خديت فيهم قل، ولكن ما انا بالنسبه لي ما عنديش ثمن محدد، انا ممكن نخدم فابور، انا ما عنديش مشكل، خدمت فابور مع بزاف الناس مؤخرا، خدمت فابور مع بزاف ديال الناس، ما عنديش مشكل، غير هو خصي يعجبني الجو، يعجبني الشكل، يعجبني نرتاح مع الشخص اللي غنخدم معاه. انا هاد القضيه ديالي الا ما ارتحيتش معاك نقدر نمشي ونخلي كلشي ما نخدمش. النصيحه ماشي نصيحه، انا اصلا انا خاص اللي ينصحني، مي فوالا انا اللي بغيت نقول لهم هو واحد الا عطيتي الراس قيمه غتبقى كبير ديما، فوالا الا كنتي تايق في راسك وتايق في داكشي اللي كدير كون اكيد انك غتنجح، وكون اكيد انك غادي تكون عندك قيمه ويكون عندك بوا في الوسط الفني ان شاء الله، وديما تكون منطقي في الكلمات ديالك، ما تحاولش تقلب على البوز اكثر ما تحاول تقلب على موضوع اللي يعجب الناس. اعطيني ودنك تكذب جاي نوبتك غيكذبوا ليك على اختك.